السلام عليكم. النهاردة عندي وصفة جميلة ليكم، هي كفتة، بس كفتة مختلفة شوية. أنا مش هحط لها بقدونس، هحط لها مكونات بسيطة جدا. هي هتطلع ولا هي مقلية ولا هي زي الحاتي كده على الفحم. تمام، احنا هنبدأ الوصفة بتاعتنا. دي كمية بسيطة من يعني مثلا ايه، نقوله مثلا مقدار ربع من اللحمة المفرومة. تمام، انا هعمل حاجة كمية بسيطة عشان بس ايه، هعمله سندوتشين كده لآدم وهو رايح النادي. تمام، انا دوت بلع معايا عيش اللي هو العيش العربي العادي. تمام، انا بلاه وبعد كده بعصره من المية وهضيفه. تمام، وده عندي بصلاية، عايزة تبشريها براحتك بس انا بحب اقطع حتت صغننة لان لما بتدبل في الكفتة بيبقى طعمها حلو. تمام، دي البصلاية بتاعتي وده البهار بتاعي، ملح ملح وفلفل اسود، معلقه قرفه، دي كزبره ناشفه، ودي بهار لحمه. حطهم كلهم على بعض وهبدا اعجن الخلطه بتاعتي. هنا العيش هيديني طعم حلو، مش زي ما انتم متخيلين، جربوها وانتم تعرفوا طعمها ايه. هتديكي طعم حلو قوي، وكمان ما بتخليش الكفتة لما بتيجي تصبعيها تفرول، يعني ما بتخليش الكفتة تفرول، بتدي طعم حلو قوي. دلوقتي انا عجنتها، لونها على فكرة مش بيتغير خالص، لونها بيفضل طبيعي زي ما هو، لما باجي اصبعها مش بيتفرول مني. تمام، طبعا اللي يحب يضيف فول صويا، اللي يحب يضيف اللي هو عايزه براحتكم يعني، بس العيش العربي انا ببل هو مقداره نص رغيف بس كده، عشان لو مش متوفر عندي فول صويا. تمام، ويعني فول الصويا عشان بينفش وكده، بس نص رغيف حلو مش وحش يعني. تمام، بيخليهاش تفرول مني خالص في لما باجي اقليها وبعدين بشويها على الفحم وكده. هوريكم ازاي دلوقتي بعد ما اصبعها. دلوقتي دي شكل الكفتة بعد ما انا صبعتها بالمنظر ده. دلوقتي انا حطيتها في الطاسة او صينية او اي حاجة. تمام، وهبدأ احط نقطة زيت صغيرة عشان احمرها. هفضل بقى طبعا على الوشين احمر على الوشين على الوشين كده لحد ما اخد الوش الاحمر اللي انا عاوزاه. دلوقتي انا وصلت للون اللي انا عايزاه، لو خدتوا بالكم ان هي ما كشتش. تمام، بصوا اللون دوت، انا بفضل اقلب شمال ويمين شمال ويمين لحد ما بتاخد اللون اللي انا عاوزاه زي ما احنا شايفين كده. تمام، اول ما بتاخد اللون اللي انا خلاص عاوزاه اللي هي اتحمرت، بضيف نص كوباية مية، مش عايزة اكتر عن نص كوباية مية. تمام كده، بالطريقة دي كده. تمام، وهغطيها. تمام، وهسيبها لحد ما المية دي تنشف خالص، ونرجع تاني ونرجع تاني. انا دلوقتي طفيت. تمام، هي استوت جميلة، والصوب على التخفيف زي ما هو، ما كشش ولا في اي حاجة خالص. تمام، انا في النص كده بس ايه، هرفع وهفرش دي كده. تمام، وهحط فحمة. تمام، انا مولعاها من زي ما بدأت اعمل الكفتة عشان تحمر خالص. انا هنزل عليها دلوقتي زيت بقى، زبدة، اي حاجة، هكتمها كده بحيث ان الدخان ده كله يطلع عليها، يدي الريحة بتاعت كفتة الحاتي. يبقى انا حمرتها زي المجمدات الجاهزة، وفي نفس الوقت عملتها بالدخان بتاع الفحم عشان تبقى مشوية بريحة الحاتي. تمام،
هفضل كاتماها كده لحد ما الدخان ده يهدى خالص وهي تشرب كل الدخان بتاعها. دلوقتي خلصت معايا الكفتة بتاعتي زي ما احنا شايفين اهيت، تمام. انا اعدمها معاها كاتشب ومايونيز وكوباية حاجة تانية. ده كان طبقي النهاردة، يا رب يكون عاجبكم. اتمنى ان تعملوا اشتراك ويوصلكم كل جديد.